ما يفكر بنفسه، مفرس لاعب مسجل بين الأهداف في الفجهات، لكن أيضا يفكر الفريق. هنا أيضا نشوف ردة فعله مجرد ما سمع يشلون بلال مرسل أيضا في الخلف حتى ويبدو أنه هو غير راضي الآن لما يلف يهز راسه في عدم رضا، لأن أيضا يعني الأيام القادمة مهم مثل ما قال رامس دعم الجماهير.